خلال فترة احتلال داعش لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، سعى التنظيم إلى استغلال كل المقدرات المالية والنفطية والزراعية، وبعد أن خسر جميع حقول النفط التي كان يستفيد منها في الإتجار غير الشرعي بالنفط، أخذ يستغل قوت المواطنين ومزارعهم. أخبار الآن تكشف اليوم وثائق تظهر تربح داعش وقادته من مزارع الحويجة بقوة السلاح. التفاصيل مع الزميل حسام الأحبابي. بينما كانت الحويجة والمناطق التابعة لها خاضعة لاحتلال داعش لأكثر من 3 سنوات، سعى هذا التنظيم لاستغلال ما فيها من مقدرات زراعية حيث تعرف بمساحتها الخضراء بهدف تمويل عملياته إلى جانب النفط الذي تاجر فيه. أخبار الآن تكشف اليوم وثائق توضح كيف استغل داعش خلال احتلاله الحويجة المزارع وكيف منع الفلاحين من التصرف بها قبل استحصال موافقات مباشرة منه. ما الذي فعله داعش؟ نشاهده على النحو التالي. لم يسمح داعش بزراعة الأراضي قبل موافقته، حيث كان يفرض هذا الإجراء بغض النظر عن كون هذه الأراضي ملكا صرفا أو عقدا زراعيا. من المعروف أن الحويجة تشتهر بزراعة القمح والخضروات، إلا أن داعش منع جني المحاصيل الزراعية دون موافقته التي تتضمن دفع الفلاحين ضرائب له. استخدام أي آلية زراعية لا يتم قبل استحصال موافقات من داعش، حيث كان التنظيم يسعى إلى استحصال نسب من أجور الآليات الزراعية الخاصة التي تعمل بالأجر في المزارع، فضلاً عن استحصال ضرائب من استخدام هذه الآليات حتى إذا كانت مملوكة لصاحب المزرعة. بناء على ما جاء في الوثائق التي حصلنا عليها، فإن الموافقات الرسمية التي أصدرها ما كان يسمى بديوان الزراعة لدى داعش في قضاء الحويجة مقابل الأنشطة الزراعية كانت تشمل دفع رسوم لقاء أي عملية تشغيل، إلى جانب إجبار المزارعين على استخراج نسب أرباح يحددها التنظيم من كل أرض أو آلية زراعية. يشار إلى أن الأهداف الرئيسية لداعش من هذه الإجراءات كانت بالدرجة الأساس تمويل عملياته الإرهابية، وبضمنها منافع لقادة من التنظيم استحصلوا أموالا من المزارعين على شكل أثاوات، لا سيما في منطقة أزاب التابعة للحويجة من جهتها الغربية. لاحظ أكو كتب صادرة من ما يسمى بديوان الزراعة اللي تابع لما يسمى للدولة الإسلامية ولاية كركوك، مثل هذا الكتاب. طبعا بعض الاهالي او بعض الاشخاص يشهدون على فد شخص انه اشتغل باليه زراعيه بدون موافقه الامير اللي موجود هنا او السلطه ما يسمى بالتنظيم الدولي اللي موجودين، فقرروا مصادره الاليه الزراعيه. اي واحد يشتغل هنا عندهم بالزراعه لازم قبل لا يزرع يجي ياخذ موافقه، يلا بعد ما يزرع ما يصير يحصد الا ياخذ موافقه، يلا يسمحوا له، ما يصير يبيع الا ياخذ موافقه. وشوف هاي البيانات اللي صادره من عندهم، مثل الى الشيخ الوالي بيان زين. هنا مثلا هنا عندهم امر تقرر عدم حصاد اي ارض زراعيه سواء كان اهلها في ارض الخلافه او خارج ارض الخلافه الا باستحصال موافقه رسميه من قبل الزراعه في الزاب. لم يكتفي قادة داعش في الحويجة بهذه الإجراءات، بل صادروا الأراضي والآليات الزراعية المملوكة لمواطنين نزحوا من القضاء هربا من إرهاب التنظيم، عقابا على ما كان يصفه التنظيم بهجرة دولة الخلافة، خاصة أراض مملوكة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، حيث كان يعرض هذه الأراضي والمزارع للبيع أو الإيجار لمسلحيه أو أي شخص يوافق عليه التنظيم. من لديه الرغبة بالتعاقد على أراضي المزروعة أو غير المزروعة والتي هرب أصحابها خارج أرض الخلافة، مراجعة مكتب الزراعة في الزاب لغرض إبرام عقد حول تلك الأرض، ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه إلى المساءلة الشرعية. هنا هذا السجل مال العقود. طبعا يصادرون الأراضي مال ناس أبرياء هربوا من عندهم، أبنائهم احتمال بالأجهزة الأمنية أو من غير مثلا من غير ديانة أو من غير مذهب، يصادروها ويسولهم عقد يبيعونهن أو يأجروهن لبعض الآخر إن كانوا من العراقيين أو غير العراقيين. حتى الزراعة لم تسلم من داعش، فشمل إرهاب هذا التنظيم استغلال مقدرات الحويجة بهدف تمويل عملياته انطلاقا منها ومن مدن كانت خاضعة لاحتلاله،
وهو الأمر الذي تسبب بتجويع الأهالي وتخريب مزارع كانت قبل احتلاله توصف بسلة العراق الغذائية.